يتوجهون إلى الصين. 6 من الطلبة في المدارس العليا للهندسة في بلادنا في جابس وأريانا وصفاقس وتونس بطبيعة الحال في اختصاص الشبكات والحوسبة الذكية، وذلك للمشاركة في النهائي العالمي في الصين للتعليم. علمني 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 علمني. علمني وخذ بيدي، علمني وخذ بيدي، علمني 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 علمني. ناخذ فكرة عن هذه المشاركة بالنسبة لل الطلبة التوانسة في الصين من خلال اتصالنا بالأستاذ خالد جربي رئيس جامعة تيكاب في تونس. سي خالد صباح الخير. صباح الخير سي الحبيب، صباح النور لكل المستمعين للإذاعة الوطنية. نعم سي خالد، مش هذه المرة الأولى توانسة يشاركوا في الصين في هذا النهائي؟ فعلا احنا من 2018 المسابقات هذه بدأت تتواجد، وكنا مشاركين احنا وعديد من الطلبة من تونس. وبالنسبة للذهاب الى الصين هذه ثاني مرة، المرة الاولى كانت عام 2019 في ماي، والمرة الثانية في ماي 2024، وما بينها كانت المشاركات كلها عن بعد نظرا لجائحة الكوفيد. صحيح، يعني وقت الكوفيد تمت العملية عن بعد. بالضبط. قداش تقريبا شاركوا من العالم من طلبة؟ المسابقة هذه أو الكومبيتيشن هذه تقوم بها شركة معروفة عالميا في الصين باش تعرف بذاتها، وتحاول تستقطب الطلبة من كل أنحاء العالم. تشمل تقريبا 100 دولة، وفي كل دولة ما يقارب 40 إلى 50 جامعة، وما يقارب 1000 طالب. يعني في الأخير عندنا 100,000 طالب يبدأوا المشاركة في الدورة الأولى في التصفيات الأولى، يمروا بعدها إلى الدورة الثانية اللي تكون فيها تقريبا 50 من كل دولة، اللي هما 50 للوالة من 1000 متاع الدولة هذيك. أيوة. ومن بعد نمروا إلى الدور الثالث اللي هو دور جهوي، يكون في تونس هنا مثلا، صار في طبرقة، عذرا على الصوت البرة سامحوني. نعم. الدور الجهوي صار في تونس في منطقة شمال إفريقيا وشرق الأوسط، وضم 9 دول، وكان في طبرقة. يعني الشركة اختارت أنه يكون في تونس في الجمهورية التونسية في مدينة طبرقة، وجاءوا من المغرب وجاءوا من السنغال ومن الكاميرون ومن ليبيا ومن الجزائر ومن دول أخرى كما قلت 9 دول. وبعد الجهوي ترشحت تونس كذلك، والحمد لله وصلنا إلى النهائي اللي باش يكون في الصين، وباش يشمل اللي هما فقط ترشحوا للدور النهائي. أي وين تحديدا في الصين؟ في مدينة شنزن، اللي هي فيها الهيد كوارتر، يعني فيها المقر الرئاسي متاع الشركة. وبالطبيعة الطلبة باش يكونوا تقريبا لمدة أسبوع غاديكا، ما همش فقط وحدهم، وإنما كل إيكيب، كل فريق باش يمشي مع الكوتش المدرب متاعه اللي هو أستاذ جامعي. نعم. فالفريق الأول في الحوسبة الذكية 3 من تيكاب، والأول من تيكاب إذن الكوتش باش يكون من تيكاب، والثلاثة اللي هما في الشبكات فيهم واحد من تيكاب. سيخالد، تيكاب هي مدرسة المهندسين في أريانا؟ مدرسة المهندسين في أريانا. نعم. ثم الإيكيب الثانية أو الفريق الثاني هو في حوسبة الشبكات، هذا يكون فيه واحد من لينيك اللي هو المدرسة العليا لتكوين المهندسين بجابس. أيوة. وفرق ثاني من تيكاب، وفرق ثالث أو معناها عضو ثالث، طالب ثالث من مدرسة العليا لتكوين المهندسين بصفاقس. كيفاش اخترتوهم سي خالد الطلبة هذوما؟ اللي اخترتهم هي البرفورمانس نتاعهم، يعني هو السكور، هي النتيجة نتاع الدور الأول والدور الثاني والدور الجهوي. واضح. كما قلت الدور الأول كان على مستوى تونس تقريبا 1000 طالب مشاركين، ثم الدور الثاني 50 طالب وقع الاختيار عليهم، ثم الدور الثالث هما الأفضل في 9 دول اللي شاركوا في تبرقة،
وتوا تعدينا للدور النهائي باش يتباراو مع افضل ما موجود في العالم. في العالم ما شاء الله تبارك الله، يعني لابد ان نشيد بنباهة وكفاءة الطلبة نتاعنا. وهو كذلك، هو في الأخير كيف توصل أنت في 50 دولة في تونس ومن بعد تزيد توصل في 9 دول من شمال أفريقيا والشرق الأوسط تكون كذلك في الولا وتترشح للنهائي العالمي. أي. وإن شاء الله نتمنى أنه في النهائي العالمي كذلك نتحصلوا على مناصب متقدمة، وربي سهل ربي وفق وليداتنا. هذا تميز باهر ونفخر به بالتأكيد سي خالد. الحمد لله، هذاك علاش حتى احنا ماشيين لهم ان شاء الله للمطار الساعه الواحده اليوم باش نحاولوا نشجعوهم ونموتيفيوهم على الاقل انه يشعر الطلبه انه فعلا بلادهم لاهيه بهم والجامعه نتاعهم لاهيه بهم والاطارات لاهيه بهم باش يمشيوا كذلك هم فخورين ببلادهم. وهذاك علاش معتوى في لطفي بوشناق تونسي وفرحان. صحيح وافتخر. اي وهذاك علاش احنا حرصنا في برنامج يوم سعيد في الاذاعه الوطنيه التونسيه باش نتصلوا بكم ونعملوا لكم تحيه وتشجيع كذلك للطلبه باش يزيدوا يتميزوا. هذا بالحق تميز وامتياز لطلبتنا التوانسه في هذا الاختصاص الحوسبه الذكيه والشبكات، وبالتاكيد في مجالات اخرى في اصناف اخرى من التعليم ديما التوانسه يتميزوا في مختلف الكليات والجامعات في تونس وفي العالم بالتاكيد. وهو كذلك الحبيب لفتة كريمة منكم والإذاعة الوطنية، ومن الإذاعة الوطنية وهذا ما عودتونا به، ربي يبارك فيكم. شكرا ويومك.